ما هو العلاج لمن به صرخ او عطس؟ وكيف يمكن للمؤمن ان ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضر فعلهم؟ وهل هناك أدعية او ذكر من القرآن او السنة لذلك؟ فيها انواع من العلاج من ابتلى بالسحر. الاول ان ينظر في ما فعله الساحر اذا عرف، فعرف ما عمله الساحر قبل، فاذا عرف انه مثلا جعل شعرا في حبال وربط هذا بهذا او في انشاط او في غير ذلك، اذا عرف انه فعل هذا الشيء وجعله المكان الفلاني قتل هذا الشيء واخذ واحرق واتلف، فيبطل مفعول ما فعل. الثاني ان يزل بذلك، اذا عرف انه الساحر يزل، ان يزيل ما فعل وان يقال له اما ان تفعل ولا ضربنا عنقه، فهو يلزم بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله، يلتمسه من محله ويزيله اذا عرف، يعرف انه هو الساحر الذي فعل هذا الشيء فعطى هذا الشيء، ثم بعد ذلك اذا ازال هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده، لان السحره لا يجب اقرارهم بل يجب قتلهم لانهم يقتلون الناس. قد جاء رويا انه قال حد الساحر وضعه السيف ظلم مرفوعا وصاب وقفه على الصحابة الجليل جدا، أنه قال حد السائل وأمه بالسيف. ولما كتب أمراء الجيش الشام إلى عمر رضي الله عنه أنهم وجدوا سواحب أمر بقتله، ولما وجد حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين جاءت لها تدعى السحر قتلتها، فالمقصود أن السحر صحيح فيهم أنهم يقتلون. وإذا عرف أنهم السحر ألزموا بأن يزيلوا ما فعلوا من سيف فلان او فلانه حتى يزيلوه. النوع الثالث القراءه، فان لها اثر عظيم في ذات السحر، وان يقرا فيما ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، وايه السحر التي في سوره الاعراف وفي سوره يونس وفي سوره طه، ويقرا مع هذا قل يا ايها الكافرون قل والله احد قل معوذتين، تقراه فيما ويحرم منه صاحب السحر المسحور يعني، ويتوبس به مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ذلك في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة، وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من السدر الأخضر، سبع ورقات السدر الأخضر الدب، يقرا في هذه الايات وفي السور المذكوره ويفهم منهم ويفهم الباقي، وايضا نافع ومجرب لهذا، كما انه مجرب ايضا للرجل اذا حوش عن زوجته ولم ياتها، فانه اذا قراها به الايات والسور وترد من ذلك وتروج من ذلك نفعه هذا باذن الله. وان جعلها في سد المعروف ورقه من سد دقها وجعلها في ماء وتروج به مره او مرتين نفعه باذن الله. وآيات الأعراف معروفة، يقوله سبحانه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقه ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كان من قول أبو هلال وانقلبوا صغير. هذه من سورة الأعراف. من سورة يونس وقال في الأمثل لكل ساحر أليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم تلقون، فلما ألقوا قال موسى ما بكم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح مال المسلمين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المسلمون. وسورة طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن أكون أول تلقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحسيهم يخير إلى المسلمين أنها تسعى، فوجد فيها خيمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر حيث أتى. هذه الآيات التي هذه السورة الثلاث ينفث بها في الماء ويقرأ بها في الماء ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أن ربي غلب وقل أن رب الناس، وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس الإنفاس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات طيب، وإذا قرأ مع ذلك بسم الله يرضيه يعني المسحوق من كل شيء فيه يسد كل الناس أو عين حاسد الله يشفي بسم الله ثلاث مرات أيوة، هذا أيضا من أسباب الشفاء والعافية، ثم يخرج من هذا الماء ثم يغتسل به. وإن قرأ عليه فقال قرأ على المسحور بهذه الآيات نفث بها عليه على صدره أو على يده أو على رأسه نفث بها عليه، فذلك من أسباب الشفاء.